والمؤلفة قلوبهم ذكر أهل العلم أنهم على ستة أصناف. المؤلفة قلوبهم يمكن تقسيمهم إلى ستة أصناف. الصنف الأول من يرجى إسلامه، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، وإلى الجمهور أنه لا تعطى الزكاة إلا للمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهي من المسلمين للمسلمين. ولكن في مذهب أحمد أنه يجوز إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى إسلامه، وليس كل كافر يرجى إسلامه، ولكن لابد أن تكون هناك قرائن تدل على مقاربته وأنه يكاد يسلم، نستشعر أنه قريب، وهكذا ممن يرجى إسلامه. الثاني من يرجى بعطيته، أي من الزكاة، كف شره أو شر غيره، إما أن يكف شره أو يكف شر غيره. هذا إذا لم نستطع كف شره، أما إذا استطعنا كف شره بقوتنا فإنه لا يعطى من الزكاة، ولكن يعطى من الزكاة إذا خشيناه، إذا لم نستطع عليه، فهنا لا بأس أن يعطى من الزكاة للكف الشر الذي يأتي منه أو من غيره. الثالث مؤمن يرجى بهذه الزكاة تقوية إيمانه، يرجى تقوية إيمانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قوما أتألفهم وتركت آخرين لإيمانهم، لقوة إيمانهم، يعني لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من يرجى إسلام نظيره، كما قال الرجل ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ادخلوا دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فعندما يقول مثل هذا الكلام فإن غيره قد يتأثر ويدخل في دين الله تبارك وتعالى. الخامس من يجبي الزكاة ممن لا يعطيها، إذا كان عندنا أناس يجبون لنا الزكاة وهم يقدرون على من لا يدفع الزكاة فيعطون من الزكاة ليحصلوا الزكاة من الآخرين غير العاملين عليها. السادس ممن يدفع عن المسلمين في الثغور، يعني الذين يكونون على حدود المسلمين، على حدود بلاد الإسلام، حتى لا يدخل الكفار من طريقهم فيعطون من الزكاة ليحموا ثغور المسلمين. كل هؤلاء يعتبرون من مؤلفة قلوبهم. نعم.